السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة عود المواشي في كل مكان. إن شاء الله النهاردة هيبقى من سوق وسنة. أعرفكم أسعار الخرفان اللحم والأنية بإذن الله. حابب أنوه بس على أمرين كده بالنسبة للشراء يعني والبيع في السوق كده. أي حد يا جماعة يحب يشتري لازم ياخد حد معاه يكون فاهم. الأسعار طبعا اللي أنا بنزلها أو اللي أنا بعرضها على القناة دي طبعا يعني الأسعار ممكن تكون أقل من اللي أنا يعني الناس بتتكلم بيه دوت، أقل منه بشوية، ب500 مثلا، ب1000، حسب الحاجة وحسب يعني إيه سعرها. ممكن الحاجة بتنزل 500، تنزل 1000. الفصال طبعا دوت يعني اللي أنا بصوره ده من غير فصال. أي تاجر بيبيع حاجة بيبيعها من غير فصال، اللي أنت بتشوفه دوت من غير الفصال. فطبعا لما حضرتك تيجي تشتري، لو أنت طبعا لسه ما نزلتش السوق قبل كده أو نزلت قبل كده برضه، بتفاصل معاه، ممكن ينزل معاك 500، ينزل 1000، وفي بينزل 2000، في ناس بتبالغ في الأسعار يعني شوية. فيعني نصيحة لكل أخ بيشوف القناة، يا ريت تاخد معاك أي حد بيكون فاهم، أو لو أنت فاهم برضه تحاول تفاصل مع اللي قدامك، لأن الناس بتفاصل دلوقتي وبتتكلم في العدل بصراحة. يعني كل حاجة ولها عدل، وربنا يا رب يكرم الجميع ويبارك لكل الناس. تنبيه برضو، لو اي حد لسه ما اشتركش في القناة، لو انت بتفرج على الفيديو ده ولسه ما اشتركتش في القناة، يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اخوكم محمد. لو اي حد حب يستفسر عن اي حاجة، حد حب يدينه نصيحة ولا كده برضو، اي تعليق على اي حاجة برضو انا تحت امر. يلا بينا نبدأ. بسم الله. معانا خروف وحلية اهو، بسم الله ما شاء الله. اعمار حوالي 4 شهور. بسم الله. 4 شهور. ربنا يبارك يا رب. اسم الكريم ايه؟ عبد الرحمن. منين يا معلم؟ بوسنة نفسي. كفر الرم. اجدع ناس يا معلم. ربنا يبارك يا رب. بسم الله ما شاء الله. ادي حلويه اهيت. سنفاي دي بلدي. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. والخروف ده نوع ايه؟ رحمن. خروف رحمن اهو. بسم الله ما شاء الله. ادي الطرف اهو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ادي الحليه اهيت، طرفها برضو. بسم الله ما شاء الله. في سلام كام الله وكي؟ في سلام كام النهائي؟ النهائي خالص يعني؟ مش عايزين اسعار سوق، احنا عايزين اسعار راجل يعني ايه بيفايل حاجه في سعرها بقى. 55 100. بسم الله ما شاء الله. 5500. اللهم بارك يا رب لاصحاب الماء. بسم الله ما شاء الله. 5500. بسم الله ما شاء الله. لا بس حاجه سنه. الحليه ممكن تعمل لها كام؟ لو 2.5 ودي 3 صح؟ الخروف ب 3000 والحلية ب 2500. بسم الله ما شاء الله. معاك تليفون يا معلم؟ قول رقم تليفون. 010 19 13 09 07. المعلم ايه؟ المعلم عبد الرحمن. بسم الله ما شاء الله. كفر الرمل مركز الوسنة. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. الله يملهم لك بركة. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ذكر وانتهى اهو برضو. حولية هي عمرها حوالي 6 شهور. عمرها حوالي 6 شهور دي صح؟ عمرها حوالي 6 شهور اهيت. بسم الله ما شاء الله. الطرف اهو. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. النوع ده رحماني؟ خليط رحماني دي؟ وسيمي؟ بسم الله ما شاء الله. دي الحلية ايه؟ وادي الخروف اهو برضو. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الطرف اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. في سالهم كام دول يا حاج؟ نعم. في سالهم كام؟ دول ب 75. 75؟ كام وكام؟ النتاية بكام والذكر بكام؟ النتاية ب 32 والذكر ب 43. النتاية هي ب 32 3200. بسم الله ما شاء الله. والخروف بكام؟ 43. بسم الله ما شاء الله. خروف حلو اهو. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب. خروف ب 43. 4300. معاك رقم تليفون يا حاج؟ تليفون. قول رقم تليفونك. قول. 010 16 84 7 5 0. اسم الكريم ايه؟ سعد بن سنعيد. منين يا عم سعد؟ بتنون. بتنون؟ مركز شبيل كوره.
مركز شبير الكون محافظة المنوفية. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب لأصحاب المال ويبارك يا رب لأصحاب النصيب. بسم الله ما شاء الله، عم سعيد معاه مال طيب اهوت، اللهم بارك يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حلية كمان اهيت. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. عمرها قد ايه الحلية ده يا حاج؟ ست شهور. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله. انت هتيجي تقلب في دين امان اللي نقدر نشتري فيه ايه؟ طرف اهوت. شوف لك مصلحه بعيد عن الدين. صفحه حلوه برضه معقول. اشتري بعيد عن الدين. صلاه كام الله وكيل؟ الكلام الصبح كان 32 و3. يعني انت عايز فيها السعر النهائي كام بس الله وكيل؟ يعني السعر النهائي. انت مسيب هي جايه الصبح 32. هي بتاعتك ولا انت شاريها من السوق؟ لا شريه. طيب انت عايز فيها كم؟ مطلوب فيها كم السعر النهائي؟ ده اللي بقى فيه يعني يوم رسول بقى 32 33. يعني ما تمشيش على 3000؟ 3000 سعرها حلو يعني، بتهيألي لو فصلها كده كويس يعني فعدل 3200 اخرك يعني. 3200 تمام، ربنا يبارك لك يا رب. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب. معاك رقم تليفون؟ اه. قول رقم تليفونك كده حافظه ولا لسه هتجيب؟ قول يا غالي. 010 1 3 0 6 8 05. اسم الكريم ايه؟ نزيه رزق فهم. كم؟ نزيه رزق فهم. نزيه رزق فهم، منين يا معلم؟ لوسنا كفر رقم. لوسنا كفر رقم، ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال. الاستاذ من مركز لوسنا قريه كفر رقم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. خروف كمان اهوت، بسم الله ما شاء الله عليه، عمر حوالي 7 شهور 8 شهور صح؟ عمر حوالي 7 شهور او 8 شهور، فصاله 6000 الا 100. بسم الله ما شاء الله، الطرف اهوت الطرف بتاعه كبير شويه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يطرق على 35. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال. يا عم يضحى والله. سلامته ايه ده؟ السلالة ايه؟ غش. غش؟ اسمه غش؟ 3000 ونص غش ووش ابيض. غش؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. ربنا يبارك لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. السوق النهارده الخرفان قليلة فيه جدا، خرفان اللحمة قليلة جدا. والزبائن بتهيألي اللي يعني قال النهارده يعني. الدنيا نايمة كده شوية النهاردة بسوق وسط. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب أصحاب المال. ندور كده على خروف كده إن شاء الله لحم. بسم الله ما شاء الله، أنا خروفين هم. بسم الله ما شاء الله برضه أهو مع الراجل المحترم ده، الراجل ده طلع معانا قبل كده. بسم الله ما شاء الله، عمرهم حوالي قد إيه ده؟ 20 في السنة أهو. أعمار حوالي سنة أهو. بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال. فرجنا كده واحد واحد كده، اسحب دي كده اسحب. بسم الله ما شاء الله، الطرف اهوت الطرف كبير شويه، الطرف كبير شويه يا عم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، افتح السن كده. السن جوزات. بسم الله ما شاء الله، لا ده لبان ما كسرش ولا سن، لبان اهو. بسم الله ما شاء الله عليه. طيب برضه انا عايزك تعرف الناس اللي لسه نازل السوق ما يعرفش الحاجه اللي هي كسره من اللبان اللي الكلام من انت، عايزك تعرفهم كده لو واحد مش فاهم يعرف ازاي. ده اللبان ماشي تمام. ده لبان لو كسر جزء، لو كسر جزء يكون دول طوال سن، السنتين اللي في النص دول يكونوا طوال سن، بيبقوا رافعين شويه صح؟ اه وبيبقى خسر جول. اه بيبقى لا بيبقوا رافعين شويه، بيبقوا اطول شويه. بيقعوا خلاص كسر جول، بيبقوا اطول يعني. اه ولو كسر اربعه بالاثنين اللي جنبهم بيكسر دول كده، بيبقى اربعه تمام. ايوه ايوه، لو كلهم طول بقى يبقوا كلهم طوال، يبقى ده القفل. ايوه كده قفل تمام. اه لا لا بقى كده ما بكسرش. طب انا اعرف بس الناس اللي حابب يشتري وهو لسه ما يعرفش يعرف ايه سن الحاجه ازاي. بسم الله ما شاء الله. قناه الحياد ولا ايه؟ قناه عروض المواشي. عروض المواشي ده الطرف بتاع دوت اهو. مش طرف هو ده، نوع ايه؟ ايه نوع ايه دي؟ بلدي. هو اللي يفتح سنه كده. ده بقى كسر جوز اهو. ده كسر جوز اهو. امسكوا بعد اذنك كده دقيقه واحده عشان اعرف الناس. بسم الله ما شاء الله، امسكوا له بعد اذنك.
ده كسر جزء اهو. كل اللي حواليه صغير والاثنين اللي في النص كبار شويه. تمام. هو بيساوي في الجزء. بسم الله ما شاء الله. في سالهم كام بقى الله وكيل؟ في سال النهائي 14400 الاثنين. بسم الله ما شاء الله. يعني الواحد يدفع بكام؟ واحد يعني ده كام وده كام؟ 8000 ده 8000 و66. بسم الله ما شاء الله. ده 8000 ده ب 66. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب لاصحاب المال. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. قوم رقم تليفونك كده يا معلم. 012 8 61 7 5 5 1. انت مبتسم على طول. من ايه؟ من الوسنة؟ بسم الله ما شاء الله. المعلم ده من الوسنة. اسم الكريم ايه؟ عبد الرحمن حبيب عم ربنا. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك لاصحاب النصيب. بسم الله ما شاء الله. خروف اهو. بسم الله ما شاء الله. طلوع ده ولا لحم؟ خروف اهو طلوع. بسم الله ما شاء الله. ولحم. اللهم بارك يا رب. بس الطرف بتاعه كبير قوي يا نهار ازعق. اللهم سلم وبارك. الطرف بتاعه يعمل لي اقل دي 7 كده حلو على قد. بسم الله ما شاء الله. كسر ايه ده؟ افتح سنه كده. 4 افتح كده مع 5 مع 5 5. طب افتحها بس كويس عشان نور الناس. بس 5 مع 5. بسم الله ما شاء الله. ده عامل 12. اسم الكريم الاول رحيم. رحيم منين؟ كفر بناس مركز اويس. بسم الله ما شاء الله. فصاله كام بس الله وكال السعر النهائي؟ 12000. يعمل له كام اي؟ ايام؟ جميع 110 اي. بسم الله ما شاء الله. طب لو حد حب ياخده على وزنه اي؟ كيلو كام؟ 140 جنيه؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كله لايم في 140 جنيه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك. معاك تليفون؟ معاك حاجة تاني الأول؟ كل ده تبعك؟ احنا عايزين نعرف بس الناس الأسعار اللي هي اللي في الأول. تعال. ده سنه إيه ده؟ ده لبني. كلهم لبان. كل اللي في كل اللي باقي ده بسم الله ما شاء الله لبان. تعرفنا أسعارهم ولا؟ مين بقى؟ مين؟ طب عرفنا سعر اللي احنا شفناه ده الاول. ده الطرف بتاعه اهوت. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. سلالته ايه ده؟ بلدي. بسم الله ما شاء الله. فصاله 9000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال. ربنا يبارك يا رب لاصحاب المال ويبارك يا رب لاصحاب النصيب.